انا شخصيا انا مختبره معجزه، يمكن المعجزه اللي انتم شايفينها ما راح السرطان، ممكن هي الاورام بتكبر. بس تعرفوا شو قالوا لي؟ قالوا لي انت عايشه هلا بمعجزه، وجود ساركوما في الرئه، وجود اورام لهالدرجه في جسمك، انت حيه بمعجزه. فكأنه يعني المعجزة مش زي مرات ما بنتوقعها، الله له طرق تانية، طرقه غير طرقنا وأفكاره غير عن أفكارنا. ما نحط الرب في زي كأنه حاشا أنه نستخدم هيك، نحد الرب، نحطه في قالب معين ونقول إذا ما صارش هيك يعني ما انشفيتش نهائيا، يعني الرب ما عمل معي. لا، الله له طرقه. أنا بمجرد وجودي هون هاي معجزة بحد ذاتها، فأنا معتبره اوريدي صارت مع المعجزة، بقول له بس طول في عمري حتى بوجود السرطان في الجسم، إني أقدر أفرح في لحظات مهمة في حياة أولادي وأستمتع في أولادي أكثر.